بسكوت ينفع للمدارس. خلاص انا قلت لكم هنبدا نعمل بسكوتات مع بعض كده ان شاء الله، كل شويه نعمل شويه بسكوتات حلوين. فالنهارده معانا استغليت وجود ريم معانا كاكاو ونعمل منه بسكوت للمدرسه. ده هيكون ناشف شويه، يعني مش هيكون بسكوت ناعم قوي، لا هيكون ناشف شويه بحيث ان هو لما يروح المدرسه مع الاولاد ما يتكسرش معاهم بسهوله، بس مش يكسر سنانهم يعني، لا يعني حلو مظبوط تمام. تملي لما ناخد معانا بسكوت المدرسه يا ريت يكون في علب، علبة صغننة كده حط فيها البسكوت عشان ما يتكسرش. أي نوع بسكوت، أي نوع بسكوت هنديهم المدرسة بلاش الكيس علشان بيتفتفت جامد، لازم علبة صغننة كده بغطا بلاستيك علشان ما يتفتفتش منهم ولا يتكسر. طيب هنعمل مقدار النهاردة عبارة عن إيه؟ 3 كوبايات دقيق، كوباية سكر بودرة، نص كوباية سمنة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، فانيليا، 2 بيضة، وهاخد معلقتين كبار من الكاكاو، ده كاكاو خام، وشوية مية لو عوزنا. خلاص يبقى هنا عندي نص كوباية السمنة، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوباية سمنة. أنا حتى عملت لكم اقتصادي خالص أهو عشان إن شاء الله تجربوه ويبقى إيه يطلع ناجح معاكم مظبوط، محدش يكسل. نص كوباية سمنة، كوباية سكر بودرة أهي، بسم الله الرحمن الرحيم، كوباية سكر بودرة، هضرب نص كوباية السمنة مع كوباية السكر البودرة، وهاخد 2 بيضة على الفانيليا، على 2 باكو فانيليا، ماشي. أنا كده بخلط اللي هنا، ركزوا معايا بقى، نص كوباية سمنة، كوباية سكر بودرة، أخلطهم مع بعض كده، نص كوباية سمنة، كوباية سكر بودرة، أخلطهم مع بعض، هنزل عليهم بقى إيه؟ 2 بيضة مع 2 باكو فانيليا، 2 بيضة مع 2 باكو فانيليا، عندي هنا 3 كوبايات دقيق، معلقة صغيرة بس مليانة بيكنج باودر، إحنا كاتبينها هنا إيه يا أولاد؟ صغيرة بس مليانة، ماشي، عليها رشة ملح، عليها هاخد معلقتين كبار من كاكاو دريم، معلقتين كبار من كاكاو دريم، وأقلب ده كله مع بعض. هقول تاني كل حاجة، أنا بس نقفل ده كده مكانه تاني ونرجعه العلبة. أجي هنا بقى، أدي الدقيق اللي عليه الكاكاو واللي عليه البيكنج باودر اللي عليه رشة الملح، هنزلهم على إيه؟ على نص كوباية السمن اللي معاها كوباية السكر البودرة، معاها 2 بيضة، عليها 2 باكو فانيليا، وأبدأ أعجن بقى كله مع بعضه. هديها ميه اللي جنبي، معلقتين بالظبط اهو، يعني دوبك تلم بس، هي بقى تريح شويه، وبعد كده باخدها افردها واقطعها زي اي اشكال بقى، قطاعه اقطعها مثلا مستطيلات، اقطعها زي ما انت عايزه تفضليه اعمليها. افرده في الصينيه وهدخله الفرن، ما بياخدش معايا 12 دقيقه في الفرن على الرف الوسطاني على 180 درجه. خلاص